بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا. النهارده بمشيئه الرحمن هنعمل بروست كنتاكي الخطير المقرمش الكريسبي اللي شكله لونه ذهبي كده ويفتح النفس. شايفين معايا؟ اللهم بارك كده. حاجه شكلها وهمي جدا. عملنا كميه حلوه ما شاء الله. شايفين معايا التاثيرات اللي عليه؟ شايفين قد ايه كريسبي ولونه حلو جدا. وريته لكم من كل الاتجاهات. وحمرنا جنبه بقى البطاطس مع الكاتشب وعملنا صوصات اللي بتتقدم جنبه، صوص التومية والحاجات اللذيذة كلها اللي بتتقدم معاه. هنسمي بالرحمن وندخل نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. عندي مية جبتها في بولة كده، مية عادية من الحنفية، وحطيت عليها معلقتين من السكر وكمان معلقة كبيرة من الملح. ده المحلول اللي هنقع فيه الفراخ بتاعتي. انا بحضر محلول علشان انقع فيه الفراخ، عبارة عن مية، معلقتين سكر، معلقة من الملح، وكمان فنجان من الخل. هدوبهم كويس جدا على ما الملح بتاعي والسكر يختفوا خالص من المية، وابتدي بقى انزل عليهم بليمونة علشان تضيع اي ريحة متبقية من الفراخ. انا طبعا غسلها كويس جدا ومقطعاها اجزاء صغيرة، يعني مقطعة الفرخة 8 اجزاء وغسلها كويس جدا ونقعها في مية بخل وليمون. بس المحلول ده علشان هنقعها فيه ليلة كاملة علشان بيطري الأنسجة وبينظف أي سوائل ممكن تكون موجودة جنب العظم، السوائل الحمراء أو أي ريحة غير مستحبة في الفراخ بتاعتي، وكمان بيطري اللحم بتاع الدجاج وبيخليه لذيذ جدا. عصرت الليمونة بتاعتي وهنزل بقى بالفراخ اللي أنا غسلاها ومقطعها الفرخة لتمن أجزاء أو أكتر على حسب حجم الفراخ بتاعتك، ويفضل طبعا تكون حجمها صغير علشان تبقى سهلة جدا في التسوية وما تاخدش معاكي وقت خالص. اللهم بارك. شايفين معايا ده الدبوس وده جزء من الصدر، مقطع الصدر 2 أو 3، وكمان ده الدبوس أو بتاع الورك والفخذ، كل حاجة كده متقطعة، والجناح كمان قطعته 2 زي ما احنا شايفين. الفكرة دي بتخليكي تاكلي، يعني الأفراد الأسرة كلهم بياكلوا من كل الأجزاء، يعني محدش ياخد من الورك وحد ياخد من الصدر، لا كل واحد ممكن ياخد من الورك ومن الصدر، وفي نفس الوقت بتسهل التسوية وبتبقى طعمها مميز جدا وما تبقاش مش ناضجة معاكي أثناء التسوية. هبتدي بقى أغلفها بعد ما غطيتها وغمرتها بالمحلول اللي أنا عملته. أغلفها كده بستريتش راب وعلى رف التلاجة ليلة كاملة. الحركة دي بتطريلي الأنسجة جدا وبتخلصني من أي سوائل حمراء موجودة في الفراخ وبتخليها زي القشطة كده. اللهم بارك. بعد ما بيدتها ليلة كاملة، ده تاني يوم وأنا بقى جاية أستخدمها، شلتها كده، شلت البلاستيك من عليها وابتدي اشيل الاجزاء بتاعتي. شايفين؟ واوريكوا قد ايه السوائل اللي خرجت منها، لون الميه اتغير معايا ازاي، كل السوائل الحمراء واي ريحه غير مستحبه خرجت من الفراخ. خدتها على الحوض، غسلتها، صفيتها كويس وحطيتها في مصفى وشطفتها شطفه خفيفه كده علشان اتخلص من اي بواقي من السوائل اللي كانت موجوده مع الفراخ. التوابل اللي انا هستخدمها ملح، هيل باودر وبصل باودر وشطة وبابريكا وفلفل اسود وكمان هيل باودر. هبتدي امكس كل التوابل مع بعضها كده واكتبها في الديسكريبشن. ما شاء الله بتبقى كمية كويسة، يعني حوالي 4 معالق. ببتدي اقلبهم كويس جدا مع بعض، وهاخد منهم معلقتين انزل بيهم على الفراخ كده، على الناشف كده، على جلد الفراخ ولحم الفراخ علشان تلزق كده على الفراخ بتاعتي، وهعمل لها مساج زي ما احنا شايفين كده. التتبيلة دي بقى بتبهر لي الفراخ وبتدي لها طعم وتست ولون حلو جدا مع الوقت. هنغلفها كده بالتوابل، ويفضل نسيبها في التتبيلة دي ساعة ولا حاجة عشان بتاكل من التتبيلة كده وكمان بتاخد من كل الأطعمة اللي احنا حطيناها.
بعد كده الخطوة اللي بعدها بجيب حلة فيها مية، الحلة دي حلة بخار وعليها مصفى كده، المصفى بتاعتها، وبحط فيها مية، وبعد كده بحط الفراخ فوق في المصفى، ارصها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وكمان ابتدي اغطيها بالغطا بتاعها، اكتم عنها البخار خالص، بدلها بقى تسوية كده لمدة تلت ساعة 25 دقيقة علشان الفراخ تستوي معايا تقريبا نص تسوية، مش عايزة اسويها تسوية كاملة علشان ببقى متأكدة في الوقت ده ان الفراخ بتاعتي اختفى منها اي سوائل حمراء، وتبقى صالحة جدا ان انا اقدر استخدمها واحمرها وانا متأكدة ان هي تمام ونظيفة وزي الفل. بعد كده هنعمل الكفر بقى اللي هو الدقيق، عندي 3 أكواب من الدقيق، نزلت عليهم بمعلقة من البيكنج باودر، بتدي هشاشة حلوة جدا للكفر بتاع البانيه، وكمان حوالي 3 معالق من النشا، والتتبيلة بتاعتي بقى التوابل اللي احنا كنا مكسناها مع بعض كلها بنزل بيها المتبقي منها، انا خدت جزء منها حطيته على الفراخ زي ما احنا اتفقنا، والجزء التاني قلبته مع الدقيق زي ما احنا شايفين. طبعا مفيش حاجة اسمها ناكل بروست من غير بطاطس، يعني لازم بطاطس محمرة. فالزيت اللي انا هستخدمه في تحمير البروست لازم كده في البداية احمر شوية بطاطس كده فيه قبل ما استخدمه طبعا في تحمير البروست، لان طبعا لونه هيتغير ومش هيفضل نظيف. هنبتدي نحمر البطاطس كده اي كميه احنا عايزينها في الوقت ده. طبعا كانت الفراخ بتاعتي اخدت كده نص تسويه على البخار بدون ما تلمسها الميه خالص، يعني هي استوت معايا نص تسويه زي ما احنا متفقين بدون ما تلمسها ولا نقطه ميه، وهي طبعا التوابل عليها كده وهي متبهره بالتوابل اللي انا حطيتها زي الفل. هسيبها تهدى شوية، وبعد كده جبت عندي مية بتلج ونزلت بالفراخ في الكفر اللي هو الدقيق، ونزلت بيها على السريع كده في المية بالتلج بالماسك كده عشان ايدي ما تلمس المية وترجع للدقيق فتعمل تكتلات في الدقيق. هنبتدي بقى نعد 10 عدات كده او نسبح 10 تسبيحات علشان نعمل الكفر بتاع البروست بتاعنا. هنعمل كده 10 عدات زي ما احنا شايفين للمرة التانية اهو علشان الخطوات كلها تبقى واضحة، وانزل بيها كده بالمسك ثانية واحدة كده في المية اللي فيها تلج، وعلى طول على الدقيق اديلها 10 عدات مرة تانية علشان تعمل الكفر. الفكرة ان انا بصوابعي كده بقلبها في الدقيق 10 مرات على الاقل، يعني علشان تديني التأثير بتاع اللي هو الحراشف اللي بتبقى موجودة على البروست اللي احنا بنشتريه من برة، وتبقى كريسبي كده ومقرمشة وشكلها لطيف كمان ما شاء الله. ولازم انفضها، ممكن نعمل الحكاية دي مرة واتنين لحد ما ناخد الشكل اللي احنا عارفينه او اللي احنا عايزينه. شايفين معايا، نشوفها من قريب، ولازم انفضها من الدقيق تماما زي ما احنا شايفين. بحضر قطعتين او 3 كده على قد المقلاية اللي انا هعمل فيها او على قد الحاجة اللي انا هقلي فيها علشان ما تتكتلش على بعضها، ولازم يبقى فيه بينها وبين بعضها مساحة كده علشان وهي بتتحمر تديني نتيجة كويسة جدا. على طول كده باخدها على المية ثانية ولا اتنين بالظبط، واقوم مخرجاها على الدقيق تاني واقلب 10 تقليبات بصوابعي كده، ارفعها كده في الدقيق وانزلها لحد ما تاخد التأثير اللي انا عايزاه. احنا شرحنا كل الخطوات بكل التفصيل زي ما احنا شايفين، واهم حاجة ان احنا واحنا بنسوي الفراخ بتاعتنا ما نديلهاش اكتر من نص تسوية علشان لما نيجي نشيلها ما تتكسرش معانا، لان ايدنا بتحركها اكتر من مرة في الدقيق، فمش عايزينها تطلع من العظم وتبقى مهرية او متكسرة زي ما احنا شايفين كده. اللهم بارك، عملت كام قطعة. طبعا الزيت بتاعي اوريدي سخن لان انا محمرة فيه البطاطس، فهي لازم تنزل على زيت سخن عشان تديني نتيجة حلوة جدا. هعمل كمان قطعة كده، شايفين معايا، بنزلها الدقيق ومن الدقيق على المية على السريع كده زي ما احنا شايفين المية اللي فيها تلج، ومن المية على الدقيق، واقدر اكرر الحكاية دي كام مرة لحد ما اخد التأثير اللي انا عايزاه وشكل الحراشف اللي هي بتبقى موجودة على البروست اللي احنا بنجيبه من برة.
الموضوع سهل خالص، شايفين انا بكررها كمان مرة علشان تديني الشكل اللي انا عايزاه. وزي ما احنا شايفين كده عملت كام قطعة. يلا بقى نروح على الزيت بقى علشان نحمر البروست بتاعنا. لازم الزيت يكون سخن زي ما احنا شايفين ويكون غزير علشان البروست بتاعنا يستوي كويس ما شاء الله تبارك الرحمن. ونسيب مساحة كده ما بينهم علشان يحمر كويس معايا وياخد وقته. طبعا الدور الواحد بياخد له من 8 لـ10 دقايق علشان يستوي معايا كويس. طبعا احنا مديين الفراخ نص تسوية فمحتاجين 10 دقايق علشان الفراخ تستوي تسوية كاملة وكمان تطلع النتيجة مفيش احسن من كده. طبعا ما بنقلبش الفراخ، يعني اول ما بننزلها في الزيت بيبقى الزيت سخن وبنهدي النار شوية، نسيبها 3-4 دقايق كده على زيت نار عالية وبعد كده نهدي النار. وبعد ما نهدي النار نبتدي نقلبها على الوش التاني علشان تاخد لون من الوش التاني، وما نقلبهاش اول ما تنزل في الزيت علشان تفضل التأثيرات اللي على الكفر بتاعها شكلها حلو كده وكمان لون التحمير يبقى خطير. هنبتدي نقلبها كده بعد ما فاتت نص المدة على الوش التاني ما شاء الله تبارك الرحمن، لونها جلد وقمر جدا. هنعمل بقى التتبيلة التانية. خدت كده 3 معالق من الدقيق اللي عندي المبهر ونزلت عليهم بنص كوباية مية لحد ما بقى خليط سائل كده زي البانكيك او اخف شوية، وبعد كده هنزل بيه قطع الفراخ في الخليط اللي انا عملته واخرجها من الخليط السائل ده على الدقيق المبهر، وابتدي برضو اعد 10 عدات لحد ما احصل على التأثير اللي انا عايزاه واخد الشكل اللي انا عايزاه. ممكن نكرر العملية ونخرجها من الدقيق للخليط السائل زي ما احنا شايفين ونرجع تاني بيها على الدقيق ونعد برضو 10 عدات. هنعمل بقى بقية الكمية بالشكل ده وفي الاخر هنشوف الطريقة الافضل او الطعم الاحسن اللي هو بالدقيق اللي هو الناشف او بالدقيق السائل. شايفين معايا التأثير اللهم بارك عامل ازاي. في الاخر هنقول رأينا بمنتهى الصراحة زي ما احنا شايفين. واخلص كمية الفراخ بتاعتي زي ما احنا شايفين كده تكملة ونخرجها على الدقيق ومن الدقيق على الخليط السائل حسب عدد المرات بقى اللي هتديك النتيجة اللي انت عايزاها. ده الشكل اللهم بارك. هناخدها بقى على الزيت. طبعا انا بحضر الدور على ما الدور الاولاني يكون خرج يكون اللي حضرت الدور اللي بعديه زي ما احنا شايفين تبارك الرحمن. اول دور خلاص على وشك ان انا اخرجه من الزيت استوى تماما. ولو انتي حاسة انك مش متأكدة من التسوية ممكن تجيبي سكينة وتغرزيها كده في قطعة البروست وتشوفيها مستوية، لو في سوائل خرجت منها تبقى لسه محتاجة وقت، لو ما حسيتي ان هي ناشفة كده معاكي تبقى تمام جدا. انا ما شاء الله تبارك الرحمن شكلها حلو جدا زي ما احنا شايفين. خرجت اول دور وكنت محضرة الدور التاني، هنزله بقى الزيت واسيبه 10 دقايق، بسيبه 5 دقايق على كل وش، اما يحمر الوش اللي تحت بقلبه على الوش التاني لحد ما اخلص الكمية كلها. نديله اول تقليبة كده على الوش التاني وطبعا ما بنقلبش الا لما ياخد لون من تحت. نحرك بس اللي احنا عملناه اول دور علشان نخرج الشكل التاني. شايفين معايا التأثيرات العجيبة اللي عليه ما شاء الله، شايفين من قريب شكلها يفتح النفس ومقرمشة جدا كريسبي على الاخر. شايفين ما شاء الله ده الدبوس تبارك الرحمن من قريب شكله خطير. هنخرج كل القطع ونبتدي نحط بقى الاجزاء المتبقية.
وهبتدي بقى اسرع الفيديو شوية علشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو، وهنكمل كل الكمية بنفس الشكل. احنا شرحنا كل الخطوات وقلنا كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة علشان يطلع ناجح جدا وطعمه مقرمش، وكمان مدينا الشكل الحلو بتاع المطاعم البروست. ما شاء الله تبارك الرحمن. كده نبقى خلصنا الكمية اللي عندنا كلها. الزيت بتاعي نظيف ما شاء الله، اللون الاحمر اللي واخده ده واخده من البهارات اللي احنا حاطينها، البابريكا والشطة. ولو عايزة لون البروست بتاعك يبقى فاتح شوية ممكن تقللي البابريكا شوية. شايفين معايا اللهم بارك من قريب لونه خطير ذهبي جدا، وكمان واخد تأثيرات حلوة قوي ما شاء الله. كل القطع شايفين الشكل من قريب مقرمش جدا. هنبتدي كده نفتح علشان نشوف كمان من جوه عامل ازاي. احنا شفنا الشكل الخارجي، انا هبتدي بس اجيب مقص كده علشان سخن جدا ومش قادرة امسكه بايدي. شايفين معايا اللهم بارك، ده الدبوس. شايفين من جنب العظم مستوي تماما واللحم فاتح ومفيش اي سوائل حمراء ما شاء الله تبارك الرحمن، نظيف جدا. فكرة ان احنا ندي نص تسوية للفراخ بتاعتنا المتبهرة على البخار كده بدون ما تلمسها اي نقطة مية، فكرة جيدة جدا بتدي نظافة للفراخ. وفكرة النقع كمان اللي هي في المحلول ليلة كاملة قبل التتبيل بيبقى تحفة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. شفنا جزء اللي هو الدبوس، وده اكتر حاجة بنبقى قلقانين منها علشان بيكون جنب العظم. نشوف قطعة كمان من الصدر، ده الجزء اللي انا عملته بالخليط السائل. شايفين معايا ما شاء الله برضو مدي نفس الشكل ونفس التأثير ونفس النتيجة تقريبا، النتيجة واحدة. احنا قلنا هنقارن ما بينهم، انا حاسة ان النتيجة واحدة، هما الاتنين واخدين نفس الشكل. وبالنسبة للطعم فالتتبيلة واحدة طبعا مفيش فرق. دي قطعة من الصدر فتحتها برضو كده بالمقص، اللهم بارك اللحم مستوي جدا ولونه ابيض، وكمان التتبيلة ريحتها تحفة وطعمها وهمي جدا. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنقدمه بقى في طبق التقديم كده، قدمته مع البطاطس المحمرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده ومع الكاتشب. تقدري بقى تضيفي جنبه الصوصات اللي انتي بتحبيها، التومية، المايونيز مع الكايزر. وكده عملنا احلى بروست، بروست المطاعم في البيت بمنتهى النظافة، وكمان قدمناه بالشكل اللي احنا شايفينه ده وعملنا كمية محترمة زي ما احنا شايفين، مقرمش جدا ويفضل مقرمش معاكي مهما قعد زي ما احنا شايفين اللهم بارك. شايفين الشكل من قريب تحفة جدا. النهاردة بقى كده ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون استفدتوا منه، وان شاء الله اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في حفظ الله.